كاربل فلانجيز. الكاربل بون صفين، صف داني وصف قاصي، بروكسيمال وديستال. ابدا من الصباع الكبير اهي. اول عظمه هنا هتبقى الاسكافويد، وبعدين اللي ضايعه هنا اتشالت في عمليه. فاكر اسم العمليه اسمها ايه؟ استئصال اليونيت اسمها ايه؟ كاين بوك ديزيز. طيب ما علينا، سكافويد اليونيت اللي متشاله، ترايكترال ودي البيزي فورم اللي يعني زي البسلايه بيزي فورم. سكافويد ليونيت ترايكترال بيزي فورم، ترابيزيوم ترابيزويد كابيتيه هامين، حتى في الهوك بتاعها اللي هو بيسموه هوك اوف هامين او الخطاف او بتاع الهامين. خمس عظام، عظام الامشاط بتتسمى من الفيرس السكند من الصباع الكبير. فيرس ميتاكاربال سكند ثيرد فورث فيرس ميتاكاربال، لها بيز بتبقى لتحت والهيد بتبقى هي ديستال بعيده والشافت منه. الفرنجيز بتاع الصباع الكبير بروكسيمال وديستال، كل صباع بروكسيمال وميدل وديستال، وكل فرنجيز لها بيز وشافت وهيد. نقعد بقى كده نقول كلمه اخيره.